مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع الملف ديال سامحة. مشاهدينا الكرام، سامحة عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. سامحة المختفية اللي العائلة حوالي تقريبا شهر ونصف تبحثوا عنها. مشاهدينا الكرام، أواخر الفيديوهات في الإطار القانوني، أستاذة زين خيار تقدمت عند السيد الوكيل العام بشكاية في الموضوع، فيها مجموعة من الأدلة اللي كتشوفها في الإطار القانوني أنه غادي توصل للهدف. واش سامحة ميتة ولا حية؟ مشاهدينا الكرام، غادي نبدا الموضوع مع الأخ حسن. حسن، إذا كان ممكن أعطيني مستجدات اللي كتعرفها انطلاقا من الأستاذة من مشات دارت شي كاين السيد الوكيل العام، شكون تواصل معكم؟ درتو محاضر مازال؟ تواصلوا معنا الدرك الملكي ديال تفتيش الشكاية الأولى ديال الوكيل الملك، هذه هي الاولى. تواصلوا معنا ومشى يستمعوا لواحد الاخت ديالي والوالد بانه كاين واحد السيد كيهز البلايص تاكسي كيدي للبلاد البلايص، مشى اعترف للدرك الملكي بانه حطها في واحد الفيلاج اللي سميتو بركه الراضي، حدا واحد ستاسيون، قال لي حطيت حدا ستاسيون وانا مشيت للبلاد وهي بقات تما. هادشي علاش قال لي واقيلا الاخت ديالها اللي جات عندها، حيت الاخت ديالي ساكنه تمايا، داروا معها استنطقوها، قالت لي مودي انا داك النهار ما خرجتش، انا خدامه ما خرجتش عندها. حد الان هذاك الشيء اللي وصلنا، عيطوا لي البارح الدرك الملكي ديال صويره، قال لي بان وصلتنا الشكايه ديال الوكيل العام. يعني الدرك باش الراي العام يستوعب، الدرك الملكي ديال تفتشت المنطقه يعني المحليه الدوار تما اللي قريب، وديال صويره هي لابيجي. نعم، هذيك لابيجي ديال صويره اتصلوا بيا قالوا لي بان راه وصلتنا الشكايه ديال الوكيل العام، راه غادي نبداو البحث ديالها، راه جاري البحث ديالها ان شاء الله، يرجعوا لنا داك الشيء ديال التسجيل ديال الهواتف ويكون خير. ونتمنوا التوفيق، هادشي اللي بغينا حنا، بينا الاخت ديالنا تبان سواء حيه ولا ميته، هادشي اللي كاين. يعني الحدود الساعه مازال حتى شي خطوات اخرى مازال ما كايناش، ما بانتش شي حاجه. لا اليوم ما كاين حتى حاجه، هذا بالنسبه للدرك ديال لابيجي عيط ليها البارح، البارح في العشيه قال لي راه حنا وصلنا ديك الشكايه، راه خدامين في داك الشيء وداك الكليو التصاور وكل شيء راه خدامين فيهم، وغنبداو نديروا البحث ديالنا ونتمنوا تبان الحقيقه، هادشي اللي كنتمنى. يا ربي يا ربي. الوليد كيدير صحيح، كيدير صحيحتك؟ وشويه وصافي راني عيان، راه من طعب الزرع منوضني على هذيك الجطه بنت نشوفها واش حيه ولا ميته، بنت نشوف انا بنتي الا حيه تبان ليا الا ميته تبان ليا، عاد هنا اللي خاطري راني ملي ندخل الدار وانا نبكي تا دقيق ما تليت كليتو، راه جيت لشهرين دركا وانا كنفرد هاد السيده ما تليتش تا، بنت نشوفها حيه ميته او وحده فيهم. تما الوليد في الدوار ما عمر شي واحد عيط لك ولا الناس قلبات معاك ولا؟ والو والو، ملي يشوفوني انا مشيت للدوار ما يبقى حتى واحد يخرج ولا يتخلعوا مني، والو والو، كاين على الله تبارك وتعالى، وراحنا في يد الله ورجال الدار كيكونوا معانا. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع غادي نحاول ما امكن انني نلخص في القضيه. سامحه اختفات حوالي شهر ونصف، أستاذة زينب دخلت على الخط لقات أدلة قاطعة أو توحي الأدلة على العلاقة ديالها بالشيخ. في خضم الموضوع، نحن لا نوجه الاتهام لأي أحد، ولكن الأبحاث هي صاحبة القرار فين غادي توصل لهذا الملف. أستاذة التحليل ديالها في الموضوع، وهي الآن معنا كملاحظة بحكم القرار ديال النقابة ديالهم أنه ما كتعطيش تصريح، ولكن تساند وتساهم في الملف بجميع الطرق المشروعه والقانونيه للوصول الى الهدف الاسمى في الموضوع، هو سامحه واش ميته ولا حيه. استاذه زينب خيار سمعت الاوديوات، قالت لنا بانه النوعيه ديال شخصيه سامحه شخصيه قويه، لا يمكن ان تستسلم بهذه السهوله، هذه المساله الاولى. ثانيا، العلاقه ديالها مع الشيخ والشنآن والتراشق في الكلام، وكذلك أدلة أخرى أنه تعرضات لهذاك عرض ملي كانت هي قاصر، هذه مسألة أخرى. ثم علاقة مخلة شيئا ما بالحياء في الصور، أمور واضحة، و تكلمت لنا على البندقية اللي عندها واحد الوصل مع لاسيرونس ديالو، وهنا علامة استفهام. نعلم جيدا أنه الإطار القانوني فهاد الاطار واضح في هذا الشان، مجموعه من الاجراءات خصك تخضع ليها باش تكون عندك
هاد البندقيه، ومن بينهم انه تكون حتى الوضع ديالك المادي شيئا ما على على ما يرام، وكذلك الوضع الصحي يكون ممتاز. هذه من بين النقط. سامحه اختفات شهر ونصف، لان الثقه في الجهاز ديال الدرك الملكي، وهنا غادي نفتح واحد الباب بين قوسين. الراي العام متبع القضيه اللي وقعت ديال الشاب في طنجه، حوالي 3 ايام بانت الخيوط ديال الملف. ملف اخر في الدار البيضاء، اختفاء شابتين قاصرتين لقاوهم في صدر حال، وهنا مجهود ديال المواطنين المغاربه في التواصل، وكذلك التفاعل لا ديال الامن في الدار البيضاء ولا ديال الدرك الملكي في صدر حال. هنا كيطرح سؤال، شهر ونصف ولنا من الامكانيات في الاجهزه الامنيه وفي قوه النيابه العامه في القرارات اللي فك لغز هذا الاختفاء. نحن لا نوجه الاتهام لاي احد. ممكن هذه البنت جوج احتمالات، ممكن تكون حيه وتخرج وتعطي سبب الغياب ديالها، هذا الجانب الاول. كيبقى الشق الثاني اللي كيتعلق بالعلاقه ديالها بالشيخ، هذاك اطار قانوني اخر، له تكييف اخر، له امور اخرى. ولكن البنت هي بنت. في حاله اذا كان العكس مقتوله، من ارتكب هذا الجرم؟ مشاهدينا الكرام، مجموعه من الادله اللي كتشوف الاستاذه زيد وتبعنا معها هذه الامور وسمعنا نوعيه هذه الشخصيه، ليست انسانه عاديه بالسهوله اللي غادي تخبر بهذه الطريقه، كما صله القرب اللي عندها مع العائله لم يكن يوما ما انها غبرت بهذه الطريقه. هذه امور كلها كطرح ذاتها. الدرك الملكي سواء لا المحلي ولا الشرطه القضائيه اللي في مدينه الصويره، بالتواصل ديالهم الى طلبوا الدعم بطبيعه الحال في اللوجيستيك من القياده العامه في الرباط، ممكن يحللوا ويحددوا الموقع ديال هذه الشابه، هل هي على قيد الحياه نعم ام لا. مشاهدينا الكرام، نناقش الموضوع من جميع الجوانب، والشق الانساني وهذا الاب نعلم جيدا. ملف تامي بناني 2007، المآل ديالو هو في 2022، والمغاربة بصفة عامة متبعين هذه القصة. لماذا أننا ما نقوموش بالواجب ديالنا من أجل نوصلوا هذه الرسالة لتبيان الحقيقة؟ 2007 الوضع ديال المواقع الإلكترونية ماشي هو 2022، كاين اختلاف، كاين تكنولوجيا، كاين مجموعة من العوامل، ولكن لو تم تفعيل مجموعة من النقط في الموضوع ما كان ليكون الملف بهذا البطء الآن. وهذا هو النداء مرة أخرى بطريقة سلسة وليقة، ولا نوجه الاتهام لأي أحد، ولكن لنا الحق للبحث عن الحقيقة ونطالب بحل هذا اللغز. سامحة واش ميتة ولا حية؟ هذا الأب متقدم السن أكثر من 80 سنة، هذا الأخ عنده واحد العمل بسيط ديال التجارة خلاه، الأخوات اللي عندهم الله اللي عن بهم، والكل يسأل عن سامحة. مشاهدينا الكرام، شخص تقدم عند الدرك الملكي اعترف بأنه هو اللي وصلها من الدار البيضاء لمنطقة بركت الراضي، منطقة بركت الراضي نواحي ديال مدينة الصويرة. يعني فيما يخص ما يشاع وما يتم التدول فيه قبل، أنه بعض الإشاعات كيقولوا خدها تكون حرقات، ولكن بركت الراضي ما فيهاش الحريق، ما فيهاش طلب حر، يعني تفند هذا الأمر. هنا إلى متى سوف يستمر البحث بهذه الطريقة؟ نطالب جميع الأجهزة، هذا طلب حق مشروع، تكثيف الجهود من أجل الوصول للمبتغى والهدف الأسمى والأروع في الموضوع، أنه الضابطة القضائية تفك لغز حيثية القضية، كما يبقى الحق بطبيعة الحال الأستاذة زين بخيار التي تناقش الملف في الإطار القانوني ديالو انطلاقا من مواقع أخرى اكتشفتهم في هذاك الكلي. صور فيها نقاش مخلة بالحياء، رخصة ديال أو إذا صح التعبير وصل ديال الصيد، حوالات بنكية. ولتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، الاختفاء ديال سامحة اتصال او اذا صح التعبير انتقال، اللي انتقل الاخ او الاخت لعند المخبزه اللي كتخدم فيها، قال لهم السيد اللي خدام قالت لي انا غدا مع راجلي نصيد، هذا حتى هو خيط. يعني هي تعترف بانه هذا راجلها، رغم انه هذا الاعتراف لا اساس له في الواقع في الوثائق. هذا اطار. ثم هذا السيد اللي هزام تما تلبركت الراضي، يعني سامحه كاينه في المحيط،
ديال اقليم مدينه الصاويره. هذه كلها نقط قويه، والخبره على الهواتف هذه تقدر تحدد لنا تموقع ديال السيده وتسدد الملف. من هو الجاني ومن هو الضحيه؟ اذا كانت حيه اسباب ومسببات الاختفاء، اذا كانت ميته ابحاث اخرى. من اقترف هذا الجرم؟ مشاهدينا الكرام، ما يهمنا انه سامحه وحده في خواتاتنا، حنا كلنا مغاربه. وكما ذكرت ملفات اخرى في 48 او 24 او 3 ايام او 4 ايام جميع الاجهزه كيتفك اللغز ديالها الا موضوع سامحه، وهذه صراحه علامه استفهام. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل عليكم، النداء مره اخرى كنوجهوا للمغاربه نواحي مدينه الصويره، بالضبط في المنطقه اللي صرح بها شخص بحضر قانوني انه داها براكت الراضي اللي شاف هذه السيده، ثم الضابطه القضائيه لها من الامكانيات لفك لغز هذه القضيه. ارجوكم، هذا السيد في الشق الانساني نهتم به لوجه الله، الوضع الصحي ديالو ليس على ما يرام. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف ديال سامحه وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع. كما الشكر الجزيل استاذه زين الخيار اللي كتقوم بالواجب ديالها لتبيان الحقيقه اكثر، كما انه القسم اللي كتادي والرساله النبيله ديالها بطبيعه الحال، وهي محاميه والمحامي هو اساس العدل واساس القضاء كذلك، له دور جوهري ويعتبر العمود الفقري للقضاء. مشاهدينا الكرام، لنا الثقة في الضابطة القضائية والنيابة العامة سواء اللي في الصويرة وكذلك السيد الوكيل العام في أسفي، من أجل تعميق البحث أكثر للوصول هذه البنية واش حية ولا ميتة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.